تتواصل مستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تتواصل تحديات ومنافسات السباق المحلي الثاني وشوطنا التاسع ينطلق مشاهدينا الكرام، وهو شوط خاص للابكار الحقائق من مسافة 2 كيلومترات، انطلاقة موفقة وسليمة بعون من الله تعالى. 52 مشارك في هذا الشوط، تمنياتنا لجميع المشاركين بالتوفيق والنجاح. نبدأ بالمركز الأول، نتابع أول المراكز وأول المنطلقات في هذا التحدي. على أول المراكز هنا التحدي من قبل الغزيل لمحمد بن حمد بن سالم الزرعي على أول المراكز، بينما المركز الثاني تتقدم في هذه اللحظات الضبيلي صالح بن علي بن صالح البريص المري، وثالث المراكز في هذه اللحظات الراية لخليفة بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية على ثالث المراكز، بينما المركز الرابع تتقدم في هذه اللحظات وتواجد حشيمة لحمد بن مبارك بن فرج بن حفيظ المري على رابع المراكز وخامس المنطلقين. وتابع القادمة في هذه اللحظة وصر توهيلة لعبد الله بن محمد بن سعيد بن شفيع المري على مستوى المركز الخامس. إذا المتابعين الكرام، هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، الفايف ستار على الصدارة. نعود إلى البيج ستار، إلى البيج ستار في هذا التحدي. نتابع من تنطلق في هذا التحدي. حضور لحميد بن عبد الله بن عزيز بن مكتوم الشريفي، ولكن تتقدم الظبي صالح بن علي بن صالح البريص المري على ثاني المراكز وثالث المراكز في هذه اللحظة. نتابع الأسماء الكبيرة القادمة لا محالة على المناطق الخلفية تتقدم في هذه اللحظة. وصلت مشاهدين الأعزاء، يا سلام شعار البريدي وأيضا شعار هنا في هذا التحدي. وتابع المنطلقة مشاهدين الكرام، تتقدم هنا الغزيل محمد بن حمد بن سالم الزرعي وثالث المراكز. وتابع المنطلقة في هذه اللحظة، وصلت شهب لماجد بن صالح بن علي الرشيد على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس وصلت سلهودة رشيد بن راشد بن عمير بن عنزان النعيمي، وهنا يتقدم على خامس المراكز. ولكن مشاهدينا الكرام، العودة مع الأمتار الأخيرة، هنا ظبي الفلا مع الأمتار الأخيرة مع اللحظات الخطيرة، ولكن حضور من الجانب الآخر تتقدم حضور، ولكن الظبي وهنا حضور مع الأمتار الأخيرة تؤدي هذا الناموس لأبناء دولة الإمارات، ولكن عادة الظبي ولكن حضور تهانينا والناموس لحميد بن عبد الله بن عزيز بن مكتوم الشريفي على هذا الإنجاز الكبير. المركز الثاني الظبي لصالح بن علي بن صالح البريص المري. المركز الثالث كان الوصول من تم لسعد بن سعود بن حمود آل شافي. المركز الرابع جاءت في مشاهدينا الكرام شهب لماجد بن صالح بن محمد آل رشيد. المركز الخامس وصلت فيه جميلة لعبد الهادي بن علي البريد المري. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام لمالك حضور من حضرت مع الأمتار الأخيرة، وهدت الناموس إلى مالكها ومضمرها حميد بن عبد الله بن عزيز بن مكتوم الشريفي على هذا الإنجاز الكبير. وهذه حضور تصل إلى خط النهاية. وملخص شوطنا الماضي عبر قناة الريان، متابعينا الكرام تتابعون هذه الأسماء، وهنا حضور تحضر مع الأمتار الأخيرة وتفوز في هذا الشوط. 2:56 وثمان أو 6 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس. المركز الثاني الظبي وتوقيتها 2:56 7 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس لصالح بن علي بن صالح بريص المري. المركز الثالث وصل في هذه اللحظات وصلت فيه تم لسعد بن سعود بن حمود آل شافي، والتوقيت الزمني 2:57 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.